يا ست سرية، الظلم وحش وربنا ما يحبش الظلم، وما احناش عارفين مين الظالم ومين المظلوم. يا بخت مين بات مظلوم وما باتش ظالم. جرايه يا وليه، يعني انا ظالمه؟ انت كبرت وخرفت ولا ايه؟ ايه رايك ان انا بشك فيك؟ بتشك فيا؟ يا لهوي، انا ليه ما يكونش انت اللي بتوديها لبتوع السحر عشان تعمل السحر لاولادي؟ استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم، الله يسامحك. تعالي هنا يا ولاد. رايحه فين؟ رايحه اصلي العصر احسن يفوتني. ماشي، انا وراكي والزمن طويل يا بنت رمزيه جلابيه. بس انا بقى واخد على خاطري منكو عشان ما جبتوش الولاد معاكو، وانتوا عارفينهم وحشيني قد ايه. معلش يا بابا، احنا اسفين جدا، بس نبيله اصلها نفسيتها كانت تعبانه قوي وكانت محتاجه انها تقعد مع حضرتك قعده هاديه. ايه مالك يا نبيله؟ في ايه مضايقك؟ لا ابدا، انت عارفه البيت ما بتخلاش من مشاكل. اوعى يكون الولد ده مزعلك. حسام، يا ريت كل الناس زي حسام. انت كمان بنت حلال وبنت اصول يا نبيله. ربنا يخليك لينا يا عمي. انا لما لقيت نفسي مصدومه والدنيا ضاعت في عينيا، حسيت ان انا عايزه اجي اقعد مع حضرتك، لاني بحس انك بتعوضني عن حنان ابويا اللي انا اتحرمت منه من زمان. ولما بتقعد تتكلم معايا وتنصحني، بحس ان رياض هو اللي بيكلمني، لانه كان في حاجات كتير قوي منك. الله يرحمه ويديك طول العمر يا عمي. انا عينيا ليك يا بنتي، انت يا حبيبه الغالي وام ولاده، وربنا يعلم معزتك عندي قد ايه. يا ريت تيجي تقعدي معانا يومين تغيري جو وترتاحي من الضغط العصبي. ولا نستأذن حسام؟ لا والله، مش مسألة إذن، حسام عمره ما قال لي لا على حاجة. حسام ده زي أخويا الصغير بالظبط. ده أنا حتى أول ما ابتديت أنا ورياض نحب بعض، كان بيبعتولي دايما بالجوابات والرسائل. كنت شغال مراسلة، مرسال غرام ما بينهم. ممكن نتكلم بوضوح أكتر يا نبيلة؟ إزاي يعني؟ يعني انا حاسه انكم بتلفوا وتدوروا حوالين موضوع عايزين تقولوه لي. ممكن تطولي بالك شويه يا مجدة؟ لا يا عمي، خليها تتكلم وتقول اللي عندها. انا بحب الكلام لما يبقى دغري. وانا كمان بحب الكلام الدغري. ما كنتش حسيت ان في حاجه عايزه توضحيها او بتركزي على معنى معين، ما كنتش جيت معاكي صريحه، اني حسيت ان في حاجه جواكي عايزه تفهمها لي. انا بس كنت عايزه اوضح لعمي واوضح لكم ان اللي بيني وبين حسام مش جواز بالمعنى المعروف يعني. ما تتعبيش نفسك في التفاصيل يا بنتي، احنا تقريبا عارفين كل حاجة. ونبيلة عارفة يا بابا ان انا قايل لكم كل حاجة، وعارفة كل حاجة ممكن تخطر في خيالك يا طنط. بتهيالي ان حضرتك كنت عايزة تتأكدي من الكلام اللي انا قلته لك، ودي جيت اتأكدتي والحمد لله. فياريت بقى نعفيها من احراج الدخول في التفاصيل. انا ما قصدتش ابدا احرجك او اضايقك، بالعكس انا قلت اخفف عليكي حمل انت شايلاه، لاني حسيت ان في حاجه جواكي عايز توصليها لي. انا بس كنت عايزه اوضح لسلوى الكلام اللي قاله لها حسام. نبيله عارفه وفاهمه كل حاجه يا سلوى، ومرحبه كمان. صحيح يا نبيله، صحيح، حسام بيحكي لي كل حاجه زي ما اي اخ بيحكي لاخته. طيب دلوقتي بعد ما حسام اتخرج ناويين تعملوا ايه؟ تالي دي امور خاصه بيهم ملناش نتدخل فيها. سلوى، فين فراوله الساعه بقى اللي وعدتيني بيها؟ حاضر يا بابا، هجيبها حالا. تالي مفيش مشكله انكم تكملوا السهره معانا؟ لا ان شاء الله مفيش مشاكل، بس بعد اذن حضرتك تسمح لي اكلم دادا فاطمه كل شويه عشان اطمن على الولاد. تليفون جنبك اهو، اتكلمي زي ما انت عايزه، مش هناخد منك حق المكالمات. فراولة للجنة هي يا بابا، اتفضل. ميرسي يا حبيبتي. عقبال ما نشرب شرباتك انت وحسام.